مستمرين معاكم مشاهدينا بفقرات ليالي الكويت مثل ما وعدناكم. ضيفتنا اليوم الأخت ريهام المساعيد، صاحبة مشروع ريهام جاليري للمناسبات الاجتماعية. مساك الله بالخير ونورتينا في ليالي الكويت. الله يسلمكم. شكرا على استضافة البرنامج هذا الجميل الصراحة، وأنا فخورة فيه. حياك الله، منورتنا أكيد أستاذة ريهام. يعني مشروع ريهام جاليري للمناسبات الاجتماعية، ودنا نعرف شنو يعني طبيعة هذا المشروع. هو المشروع يعني هو صالون اجتماعي مدرج تحته ان هي مثل هول، صالة، قاعة. صالون مو قص شعر وصبغ وكذا. هو صالون يعني انه هو متخصص في النواحي الاجتماعية، كمناسبات، كأعياد، كأعراس، وفي طبعا جانب ثاني للمعارض، انطلاقات يعني منتج معين، كافة الفعاليات الاجتماعية. كافة الفعاليات الاجتماعية بالضبط. حلو. إيه، ودورات تدريبية من يعني من وزارات أو شركات خاصة. هي مجهزة، يعني هو مشروع جديد. سعود حاط لنا كم لقطة تشوفين ماله طبعا المشروع مالك. ما شاء الله كملي. هو يعني مشروع جديد، يعني هو مثل في متشابه منه، مثلا نقول في قاعات في الفنادق، في قاعات في اللي يسوونها الجمعيات او واتيفر. المهم انه يسال ان موضوع مساحه. حلو. بس احنا اختصينا فيه اكثر انه يكون مشبع في الروح الاجتماعيه. يعني عندنا احنا الحمد لله ناس تثق فينا ان تكون عندهم مناسبات ممكن تكون جدا ممكن يسويها في البيت، بس يقول يعني مكانك مجهز، مكانك ممكن احنا نسوي هالمناسبه في طابع خصوصيه كانه بيتهم كانه مكانهم. حلو. فاحنا تفردنا فيه انه هو صار مشبع بالروح هذه الاجتماعيه، فصار نوع من طبعا لا اسم الحين الحمد لله والناس تعرفه، والحمد لله يعني هم ثقه الناس. حلو. ريهام، انت الحين مشروعك هذا صار لك فيه تقريبا 4 سنوات. الحمد لله. وكل مشروع او كل شخص بيسوي المشروع يواجه صعوبات وايد. بالضبط. ابي نعرف شنو الصعوبات اللي واجهتك ومنو دعمك بين قوسين، ما راح اقول منو. والله شوف، طبعا الدعم هو من والدتي. الله يحفظها. اي الله يخليها ويحفظها، هي الدعم كله يعني. فالمشروع واجهني طبعا شنو اللوكيشن. انا دائما اقول اللوكيشن المكان ضروري. ليش؟ لان هي فكره، هي مثلا حتى اي شيء ممكن نجاحه في المكان. فالمكان كان مشكله ان انا لا تقسيمه معينه. المكان تكلمين عن المنطقه ولا المكان موقع مكان؟ طبعا حتى عشان مواقف والسوالف. حتى المكان بيني وبينك انا لان منطقه جبله وشرق ما بيطلع من هذا الاريا. انزين، زائد انه يكون لازم يكون برج سمارت تاور، يعني برج محترم، مدخله زين. المهم انه هو في تفاصيل معينه حتى الزبون يرتاح او الناس. هذا يعني من الصعوبات هي اختيار الموقع طبعا. ايه، لان تدري انت عندك الكويت ما هي كبيره وايد، او عندها المجالات الابراج وايد يعني. عرفت شلون؟ والتقسيمه زائد انا حددت المنطقتين هذه، يا شرق يا جبل، عرفت؟ فصار عندي تو ماتش صعوبه. هذا يعتبر اول مشروع داخل الكويت كذي؟ اعتقد هو شوف اول مشروع صراحه يكون كذي. يعني إيه نفس الكونسبت. يعني في ناس مثلا عندها بس بلان تخطط بس ما عندها مكان. مثلا عندها عندها مكان بس ما عندها بلان. عرفت؟ انت جمعتيها؟ فاحنا جمعنا. ما شاء الله البنت الكويتيه والله قادره، مبدعه. وفي ناس يقول لك والله البنت الكويتيه ما تنجز وما تسوي، كالابداعات. بالعكس، عندنا بنات يعني امانه يعني نفتخر فيهم ونرفع فيهم راسنا. الله يسلمك. بس الحين انا بعرف طريقه اعلاناتكم ريهام. الحين اكثر الناس يمكن توجههم سوشيال ميديا، كل انستغرام وتويتر وهالشغلات. نبي نعرف انت طريقه اعلان يعني هذه الصاله شلون كنت تسوي؟ هو شوف، احنا بدينا طبعا في السوشيال والانستغرام والاعلان، وحتى سوينا بعض في مجلات وفي جرايد بدايه. حلو. لقينا ان مو كل مشروع يمشي مع سوشيال معين كميديا، لان احنا word of mouth، يعني احنا لازم الناس تجربنا وتستمتع
عشان تقول تنصح، لان احنا شعب الصراحه يحب النصيحه ينصح. يعني مثلا انت الحين يعتمد على السمع قسما عليك، بتقول الله ترى المكان روح له. حتى لو ما نبي حتى لو ما نبي نقول بس قسما لا اكيد استاذ ريان مثل ما ذكرت احنا نعتمد على السمعه. مثلا رحنا مكان قلت شيء ترتيبه زين، اي فانت ركزت على هذا الشيء طبعا شيء حلو جميل. دائما في اصوات تقول ان المراه الكويتيه او البنت الكويتيه غير قادره على تقديم عمل خاص فيها. أنت وكأنه في هذا المشروع ريهام المساعد قاعد تثبت للناس شيء معين، تتحدى نفسها محمد، أو توفي تحدي نفسها صح. هل هذا الإحساس مريتي فيه؟ طبعا هو إحساس يعني بداية يصير عندك مشروع كأنه شخص يا له ولد جديد يعني بحياته، في مسؤولية إيه يعني ولادة جديدة حق أي شيء فيك. يعني مثلا واحد أي شيء بحياته، فتدخل شيء خارجي في حياتك وانت متعود على نمط، هذا شوي يخلي الواحد ما نقول يتخاوف بس يصير ما عنده نوع من التردد ان انا ماشي صح ولا مو ماشي صح. طبعا هو الحل الوحيد هو الشجاعه، ان تقول يعني خلاص انا بتحدى. ريهام شو انت بتوصلي له؟ انت شو انت بتوصلي؟ شنو براسك؟ شلت بتوصل المشروع هذا؟ والله يعني من اي ناحيه يعني بوصل؟ يعني هو احنا يعني واحد يطمح بس ما يقدر يقول الحين وين بيوصل، لان الفتره الحين الحاضر ان احنا نبي ننجح ونبي اكثر سمعه ونبي اكثر الناس تتكلم عنا ويصير مشبع اكثر، ان الناس تتعود عليه، حتى الواحد ممكن يفكر. عسى الله يوفقك ان شاء الله. وانا سعيد جدا يعني بلقائك معنا، نورتنا اليوم بالليل الكويت. بكلمه اخيره توجهينا متابعينك في الليل الكويت بعدها كلمه اخيره انا دائما اقولها، ان حق الناس اللي تبتدي مشاريعها الجديده لازم يكون عندها ايمان في الشغله انه يبي يسويها، زائد الاصرار وطبعا الشجاعه. غير هذولا الانسان ما راح تحرك. وانت شجاعة. شكرا لك حياكم الله. أكيد مشاهدينا مثل ما شفتوا هذا اللقاء الجميل، أن بنت كويتية تقدم عمل خاص فيها وتكون ناجحة مثل الأستاذة ريهام المساعد. لولو العسلاوي بعد هذا الفاصل.